خلينا نروح لارض الملعب تاني وزميله روزان نصر مع افضل لاعبه الام في بي لهذا الموسم يعني رنيم الجداوي. خلينا نشوف هتقول ايه مع روزان. اتفضل يا روزان. كابتن هيثم برحب بيك طبعا وبرحب بكل ضيوفك الكرام مره كمان وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك مره ثانيه. يعني دلوقتي معايا كابتن رنيم مجداوي. طبعا بقول لك الف مبروك على لقب افضل لاعبه لهذا الموسم والف مبروك البطوله النهارده. تحبي تقولي ايه؟ الله يبارك فيكي. الحمد لله. اولا بجد موسم كان رائع بدون ولا خساره. احب اشكر الجهاز الفني والفريق على التعب اللي تعبوه معانا. وبدون يعني اجتهاد الفريق وان هم بيساندوا بعض ما كانش زماني اخذت الجوائز دي. فالحمد لله وبجد كان موسم رائع الحمد لله. كابتن رنيم اداء قوي ومميز جدا منك طبعا طول الموسم. خليني اسالك النهارده احساسك ايه قبل جيم 3 بما ان جيم 2 طبعا كان شويه صعب، النهارده كان احساسك ايه؟ احنا طبعا جيم 2 يعني استهترنا شويه بالماتش ان هو احنا كده كده كسبانين في اي وقت. فالكابتن عمل معانا اجتماع وقال لنا مفيش استهتار واحنا لازم احنا هدفنا السيزون ده ان احنا نلعب كل البطولات ونكسب بدون اي هزيمه، نكسب كل المباريات بدون اي هزيمه. فنزلنا الماتش من البدايه مفيش هزار مفيش استهتار من اول دقيقه في الماتش لغايه اخر ثانيه واحنا بنلعب بجد علشان كلنا نبقى طالعين فرحانين وبالمكسب وكل حاجه. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا. كابتن رنيم بشكرك طبعا كل التوفيق ليكي. بشكرك والف مبروك. كابتن هيثم ده كان لقائنا كمان مع كابتن رنيم طبعا الجداوي افضل لاعبه لهذا الموسم. يعني بشكرك وعوده ليك مره ثانيه كمان روزان. بشكرك شكرا جزيلا.